السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الفضائية المصرية، معكم سالم ماسي في برنامجكم صوت المواطن. طبعا هذا البرنامج ربما شرحنا سابقا حول فكرة البرنامج وحول يعني المغزى الحقيقي لهذا البرنامج. هذا البرنامج ينتقل من مكان إلى آخر، نحمل معاناة المواطن إلى عبر هذه الشاشة إلى كل المسؤولين والمعنيين. ربما نريد أن نوصل المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المواطن إلى طاولة هذا المسؤول أو المعني، حتى نستطيع أن نوصل فكرة كاملة، وحتى بالنتيجة والمحصلة أن نجد حلاً أو حلولاً أخرى لهذه المشاكل التي يعاني منها المواطن. أعزائي المشاهدين، طبعاً اليوم اختارينا البطاقة التموينية ومفرداتها. اليوم حالياً إحنا راح نزور المخازن اللي موجودة، مدير المخازن اللي موجودة. طبعاً هذه المخازن تم إعدادها قبل فترة والحمد لله اكتملت، وتم وضع المواد الغذائية في هذه المخازن. وحاليا رح نسأل، نبدأ مع مدير المخازن تموين نينوى وسوف نسأله بعض الأسئلة، وربما سيجيبنا على الأسئلة التي لا يعلم إجاباتها المواطنين. إذن تعالوا معنا حتى نذهب إلى هذه المخازن. أعزائي المشاهدين، نحن مستمرين معكم ببرنامج صوت المواطن. طبعا حاليا انتقلنا إلى المخازن وإلى مدير فرع نينوى لتوزيع المواد الغذائية. طبعا مثل ما تشوفون هاي المخازن الموجودة أمامكم تم استلامها قبل فترة ليست بالقليلة، انتقلوا إلى هالمكان هذا، ومشكورين الجهات المعنية على أدائهم في هذه المخازن المميزة التي تحفظ المواد الغذائية. طبعا مثل ما تشوفون يعني الأكياس موجودة ومنظمة بشكل جيد، وأيضا كل موجود ضمن البطاقة التموينية موجود في هذا المخازن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ غانم، طبعا اليوم احنا يعني أول سؤال أسألك، ايش وقت انتقلتم إلى المكان هذا؟ والله تقريبا صار لنا هنا تقريبا 6 أشهر صار لنا بهذه المخازن. تمام. صار لنا 6 أشهر استلمناها، هاي من صندوق الإعمار 10 قاعات، وقبلها سوينا 9 قاعات بكرامي واحد، عندنا حاليا 19 قاعة للمواد الغذائية. اللي مواقعين وين السيد؟ كرامة واحد وكرامة اثنين. كرامة واحد هاي بس تعبر الشارع، تندى أنت جاي عليها كرامة واحد، هاي كرامة اثنين. فقط هذا النية. حاليا هذا النبات، وعندنا واد عقاب إن شاء الله عن قريب هم راح يبشرون بيع على الميزانية الجديدة. تمام. يعني خلينا نحكي على المواد الغذائية الموجودة حاليا. المواد بشكل دوري يتم استلامها من بغداد أو من الناقلين من جنوب العراق مثلا؟ أستاذ العزيز، احنا المواد الغذائية تجينا عن طريق بغداد وعن طريق ميناء قصر وعن طريق زاخو. زاخو طبعا مشمول بالبقوليات والمعجون، بغداد مشمولة بالسكر وزيت طبعا الحلة، نعمل الحلة زيت الدار، إضافة إلى الميناء قصر مشمول بمادة الأرز، إضافة عندنا التونسة مشمول من إدهوك من معمل إدهوك التونسة. تمام. زين، ايش قد تطول يعني مثلا النقل؟ اكو مثلا عقبات بنقل المواد الغذائيه؟ لا ماكو عقبات، يعني تعرف يحمل من بغداد يومين يوصلنا يوم ونص، اما زاخو بنفس اليوم يصل، شو اسمه بدوك بنفس اليوم يصل، ماكو اي عقبات. نوبات عقبات تصير بالسيطرات بس تعرف هاي مو ثابته او طريق مسدود، اما عقلات ماكو عقبات الحمد لله. ماكو عقبات؟ لا ماكو عقبات. الناقل اللي يجيب المواد الغذائيه هو مدني لو تابع سيارته الى الدوله؟ لا، احنا عندنا اثنين، عندنا الشركه العامه لتجاره المواد الغذائيه، عندنا طبعا اسطول وزاره التجاره شمل الانشائيه اسواق السيارات الحبوب، هذا الاسطول مالنا، هذا اختصاص ينقل السكر اضافه الى الرز، الباقي لا يجينا عن طريق شركه الاويس هي اللي ناقل لنا المواد الغذائيه.
يعني شركة مدنية. نعم هم شركة مدنية، بس أيضا يعني نوبات سواقنا أيضا ينقلون يعني من ياهم، إذا ما عندهم هم سيارات جماعة الشركة المدنية جماعة التجارة هم ينقلون. أما نحن أسطولنا أكثر من 1000 سيارة، يعني أسطولنا قوي وزارة التجارة. ها يعني لديهم هويات تثبت بأنهم ناقلين تابعين للدولة. نعم نعم، أسطول وزارة التجارة هو موظف، موظف حاله من حالنا، هو موظف مستلم. السيارات تابعة للدولة. تابعة للدولة نعم، هي مكتوب عليها حكومي، بس مكتوب قلت لك إحنا عدة شركات الإنشائية، الغذائية، قلت لك الحبوب، يعني جميع وزارة التجارة أسطول. عندنا الشركة المعنية، يعني أنا أقصد من هالسؤال هذا حتى نصل إلى نتيجة أنه هل هنالك تلف يحصل بنقل المواد لو ما يكون؟ أستاذ العزيز إحنا موادنا ما بها تلف، هي كلها جديدة. يعني مثلا بالنقل؟ ما لحد الآن ما حصل عندنا، وإحنا إذا حصل عنده نرجع للشركة، يعني عندنا صلاحية. يعني؟ إحنا نستلم فقط المادة السليمة بالمخازن. أما ما عندنا يعني شيء تقول قليل، يعني كل المادة السليمة فقط قصدي حصراً. قصدي إحنا عندنا بالصيف حرارة الجو. إيه؟ وعندنا بالشتاء الأمطار. يعني الموسمين لديهم اسباب للتلف. صحيح، بس قلت لك احنا يعني احنا قانونا بالمخازن ما نستلم تالف، يعني رجعوا ويا السائق لان هو تابع للشركه، احنا فقط نستلم الماده السليمه، غير السليمه ما نستلم اذا شتاء او صيف، غير طيب السليمه ما نستلم. طيب يعني حاليا مثلا يتم تسليم مثلا من بغداد او من البصره من الميناء يتم تسليم نوعيه. ايه؟ كيف انت تعرف النوعيه المسلمه للناقل؟ ما احنا تجينا نسميه عقد، يجينا مال مثل فرض الاتحاد، يجينا مثل سكر تايلندي، مثل حصة الموصل يعطيني العقد 3000 طن، أنا يجيني العقد قبل ما تجيني المادة، فمن تجي المادة بالباب يدققون استعلامات السيارة، رقم السيارة، يجيني النوعية، الكمية، كلها مدققة، احنا ما نستلم كيفنا على العقد، شو يكتب العقد نستلم به. العقد وأيضا مكتوب عليه. مكتوب نعم، قلت لك اسم السائق والكمية وأيام الطلع والباخرة والنوعية، يعني كلها يكتبونها بالعقد. بالعقد. إي بس العقد يصدق قلت لك قبل السيارة راح تمشي عليه، مثل قبل ما تجيني السيارة بخمس أيام يصنع العقد، نوبات تصنف بسبع أيام قبل ما تجي المواد. تمام زين. حاليا هاي المخازن الموجوده كل مخزن اكو بامين مخزن؟ كل مخزن بي اثنين. اثنين وانا مخازن اثنين. اي لان تعرف احنا عدة المخزن بعده ماده مو ماده واحده. لا تعرف احنا الموصل كبيره، يعني اكبر محافظه هي محافظه نينوى. حاليا احنا عدد النفوس في محافظتنا والمشمولين بالطاقه التموينيه 3,700,000. فتعرف ما النوبات يجيك مثل التمن يجي اكثر يجي زيت اكثر، فما اقدر تحدد يعني بالضبط، فاحنا نسميها مخازن مشتركه. طبعا. يعني ما عندنا بها اي مشكله. يعني قبل لا تنزل البضاعه الى هالمكان تتصفط، ايه؟ اكو عمليه تفتيش مثل ما قلت لك، ومثلا خلينا نقول فحصني. نعم نعم، عندنا السيطره النوعيه. طبعا عندهم كتاب مال البي صلاحيه المواد، فمن تجي السياره يطلع عليها بالسيطره النوعيه يفحصها، اضافه للعمال. تعرف العمال هنا صار لهم 20 سنه يعرف كل شيء، فمن يفرغ السياره اذا شاف عنده خلل او شيء، طبعا السيطره النوعيه يقول له هذا الشيء به خلل، اذا ممزق، اذا مرطوب، من هاي السؤال، فرصا يعزله بصفحه رجعوا ويا السائق. زين، صارت هيك حاله معك؟ والله ما حاليا ما صارت، يعني قبل، يعني قبل ايه صارت مثل عندنا يطلع كيس مرطوب كيس، يعني تعرف بالشتاء ويرجع ويا السائق، اما كحال يعني كميه ما عندنا، يعني ماو كميه، نوبات يطلع عندنا قوطيه ثلاث معجون مو ينزلونه ينكسر، فمن ينكسر يطبع عليه هواء، من يطبع عليه هواء تعرف انت المعجون يتلف، فما عندنا شيء، يعني احنا بالموصل قاعدين نوزع تقريبا 2,000,000 علبه، بالموصل كل شهر نوزع 2,000,000 علبه، جزء ما يطلع بهن 10 قواطي، يعني 10 علب ما يطلع. ما يطلع 10 لا ما يطلع. يعني انتم يعني باختصار غير مستعدين لاستلام التالف. التالف ممنوع نستلمه، احنا قلت لك بس السليم، بس نبغى يصير عندنا اثناء العمل، فاحنا نعوض هذا مجبور يعني اثناء العمل، احنا ليش دائما ندعي الوكلاء؟ لما يطلع عنده شيء تالف يرجعوا للمخزن. يعني ليش مثل عنده قوطي يطلع معجون يطلع عنده تالف مثل تمة أي شيء تالف، بس أنا قلت لك إحنا تالف ما نستلم، هو كله لازم سليم 100%، بس ما أقول يا ربي أثناء العمل يعني أو أثناء التنزيل من الوكيل يجوز يقع قوطي ينكسر أو تعرف أنت يعني أثناء العمل. تمام هاي إيه هذه مع العمل، أما كتالف في المخازن ما نستلم، ممنوع يعني نستلم تالف من الناقل. ما نستلم من الناقل، قلت لك أي شيء تالف يرجع وياه، ولحد الآن ما شان عندنا تالف، لأن كل المواد هي جديدة 2024، وإحنا 2024 بعدها أصلاً ما جت، يعني هسه المواد الافتراضية كله تلقى النفاذية مالته 2024 شهر 12. نعم. يعني طبعا. بعيد المسافة. طبعا. زين ننتقل للمواد اللي موجودة، الحاملات الموجودة هاي للمواد الغذائية، هاي الحاملات هاي أيضا تشتروها وهي الدولة؟ لا لا هاي من الدولة، هذه رصيد، كل مخزن بيه رصيد، هذه نستعملها للمعجون أكثر شيء. للمعجون. إي فقط المعجون، أما عندك الروز وباقي المواد لأن تأخذ مساحة فما نخليها بالماء هاي، لأن هاي الطبالي تأخذ مساحة بالمخزن. فاحنا ما عمود ما تاخذ مساحه نستعملها فقط لماده المعجون، اما عندك الروز هاي الزيت شوفوا كله ارضي نسميه سكيب ارضي. زين المخازن هاي مكيفه؟ هذه مكيفه ضد الحراره وضد البرد، يعني هي يعني مكيفه حاليا، يعني هسه انت تجيب الصيف تلقاها بارده وبالشتاء تلقاها يعني ما اقول لك بارده حيل، بس يعني
يعني متوازيه. يعني الماده تبقى لا هي خصيصا للمواد، لان كل تشوكو هذا بيعازل، كله عازل بيه. زين، نجي على المواد، مثلا المعجون وايضا عندنا الزيت وعندنا يمكن السكر، عندنا البقوليات. هسه اللي موجود هناك تقول لي شنو الموجود؟ هذا الرز موجود، هذا الرز. ايه؟ هذه هاي بقوليات الرمبه الثانيه. عندك هاي المعجون، بقى عندنا شيء قليل طبعا للمعجون، يعني احنا مستمرين به. وعندك هذا التونس الزيت وذاك التونس الدار. زين، بالنسبه للوكيل شلون يتم عمليه تسليم المواد هاي للوكيل؟ استاذ العزيز، احنا عندنا تجينا متغيرات من التموين، نطلع بها جدول، يمكن شايف الجدول او ما شايفون انتم، ننطيها المناطق الاكثر فقرا. يجي الوكيل للحاسب، احنا نقطع طبعا اللوة، يجي على الوكالات، وبعدين على الصندوق يجيب القائمه على عدد النفرات يقطعوا له، مثل 100 نفر 200 نفر، يعني كمثل اجيب لك. يجي على ابو المخزن، اذا ما عنده قائمه ابو المخزن ما يسلمه، مكتوب بها النوعيه والكميه والعدد. تمام. ويستلم كامل يعني. ما يطلع الوكيل الا يوقع انه استلم كامل يبصم. لان من قادر المخزن بعد ما لنا شغل، لازم يستلم كامل. يعني اذا قادر باب المخزن. اي ما لنا شغل، بس انا يعني حتى اقول لك، احنا طبعا الوكلاء نفسهم صار لهم سنين ويانا، فصاروا يعني شلون احنا موظفينهم، يعني كموظف نتعامل وياهم. نعم. صار لهم عمر ويانا، فنعرفهم احنا وكلاء الموصل بشكل عام كلهم زينين، يعني ما عندنا اي مشكله وياهم. واضافه للمواطن، يعني ما عندنا، يعني محافظه نينوى اقول لك هي انظف محافظه على العراق من هاي النواحي، يعني ابد ما عندنا شكاوي والحمد لله. من ناحيه التوزيع. من ناحيه التوزيع، من ناحيه اي شيء ما عندنا شكاوي، يعني المواطن متعاون ويانا والوكيل متعاون معانا. جيد جدا. احنا حاليا طبعا قبل فتره التقينا بمواطنين اشادوا بهذه الوجبه الاخيره والقبلها وقبلها، بس ولكن كانوا يشتكون من زيت الدار اللي ما بعرف. صحيح. مثلا ما قلت لك زيت الدار قبل كان يخلون به هذه الصودا، يعني شويه ريحته قويه. هسه رجعوا على القديم نفسه، عباد الشمس ما عنده اي مشكله بها، صار تقريبا 3 أشهر نوزع ماكو مشكله، شهرين صار ماكو مشكله به. تمام. زين، سؤال اخير بالنسبه للمواد هذه، يعني هل هنالك نيه للوزاره بزياده الحصه بالنسبه للمواطنين؟ حاليا هي قلت لك، هي احنا وزاره التجاره مرتبطه بالميزانيه، يعني بتقرير ميزان مجلس الوزراء، بس حاليا اكو ان شاء الله على اساس راح يضيفون مواد على السنه الجديده ان شاء الله، يعني هاي السنه راح يضيفون مواد، والمواد احتمال هم يزيدون بها المواد القديمه، اما كاضافه راح تجي ماتين على المواد الجديده ان شاء الله. ماكو طلب للمواطن يعني دا يطلب قديم لو انت؟ لا ما عندنا اي طلب، احنا قلت لك احنا الوجبه العاشره مو متطحين. لا احنا حاليا الوجبه العاشره، التاسعه وزعناها 100%، 9 وجبات انا منطيهن 100%، والبارحه بدينا بالوجبه العاشره، ما حد يطلب منه كل شيء، بس ندعم للمواطنين التوجه للوكلاء لسحب المواد، نحن قاعد نطلع لجان على الوكلاء، طبعا المواد ظاله عنده ما قاعد يسحبها المواطن، يعني هسه اطلع على الوكلاء اشوف المواد باقيه عنده، فهذا طبعا هم ياخر بالعمل مالنا. اذا احنا في نهايه لقائنا نشكر السيد غانم مدير فرع تموين نينوى طبعا على هذه الايضاحات، ونحن ايضا يعني ننقل الصوره من مكان الحدث، ونقول ايضا شكرا لهم على تفانيهم بالعمل، وايضا شكرا للجهات المعنيه التي ابدعت في يعني انجاز هذه المخازن المكيفه الموجوده حاليا، وايضا المواد موجوده مثل ما تشاهدون، والصوره هي تتحدث قبل الكلمات، واحنا نقول طبعا هذه المخازن مستمره في استقبال المواد التي تاتي من اقصى العراق ومن زاخو ايضا. اعزائي المشاهدين، راح ننتقل الى بعض الوكلاء حتى نتحدث اليوم حول كيفية استلام المواد من فرع تموين نينوى. إذن أعزائي المشاهدين، طبعا انتقلنا بلقائنا إلى أحد الوكلاء الذي يروم استلام المادة الغذائية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بأي منطقة جنابك وكيل؟ أنا يونس طه حمزة، الوكيل مركز تومين صلاح الدين، منطقة حي الشيماء. تمام. حي الشيماء طبعا. كم عدد العوائل اللي موجودة عندك؟ هسه حاليا موجود عندي 126 عائلة. تمام.
يعني تقريبا 800-680 فرد يستلمون من عندي. تمام 680 زين. احكي لي شنو المشاكل اللي تعانيها منذ استلامتك الوكاله؟ شنو هي المشاكل اللي تعانيها من الاستلام، من التسليم، من المواطنين مثلا؟ اريد قدام الشاشه يسمعون المسؤولين وايضا المواطنين شنو معاناتكم؟ والله الحمد لله معاناتنا من كفرع نينوى والمواد الغذائيه كمدير، كمدير مجمع استاذ غانم استاذ سليمان، يعني بكل جهود عم يشتغلون ويانا. يعني نيجي الساعه 5 الصبح يباشرون بينا يجهزون المواد كعمال كموظفين، يعني شيء يعني شغل مستمر. يعني مرات نظل نجيهم الساعه 6 المغرب موجودين، يعني جمعه سبت ما عدنا عطله، يعني مثل من نجي نقطع نكمل قطعنا يبدا تجهيزنا نجي، يعني مرات الساعه 4 الساعه 6 المغرب موجودين ويجون هم يوميا، نبدا من 5 الصبح 6 الصبح نبدا يجهزونه. زين مع المواطن؟ والله المواطنين يعني يجون يستلمون، ويعني معتجبين بهاي السله اللي عاد تجي، يعني المواطن ارتاح هسه. اجت قبل ماكو كل 4 أشهر 5 أشهر ينطيك وجبه، هسه سله شهر بشهره، يعني سلات هسه احنا بدينا بسله العاشره، هسه المواطن مرتاح يستلم حمص العدس الزيت التمن المعجون الشكر، يعني يستلمون ومرتاح المواطن. ونطلب هم من المواطنين يعني يراجعون الوكلاء، يعني من تجي الماده خليه يتوجه على الوكيل، ليش الماده تظل يعني موجوده، يتوجه على الوكيل يستلمها. تمام زين، انت خلينا نقول انت مال 680 نفر. 680 فرد حاليا. 680 فرد تستلم على بشكل دوري على مدار السنه. ايه على مدار السنه. زين شنو المواد اللي عندك مرات تتلف، وانت شو تقول للمواطن اذا تلفت بعض المواد؟ مثلا عندك مثلا السكر الزيت او كذا، صار عندك 3000؟ لا لا ما صار عندنا نهائيا، لان يعني المواد من تجي على المخازن اكو سيطره نوعيه تفحص سيطره نوعيه بميناء قصر كتمه. لا لا, لا لا احنا ما لنا علاقه بالسيطره النوعيه، انت انا اللي علاقه بخروج الماده من الماده من المخازن من المخازن الى الوكاله. الوكاله ما عندنا ما ما عندك ما مر علينا هذا الشيء ابد نهائيا. ما قد يضلون المواد عندك؟ والله المواد استعمل نقول جبتها كثرت يعني 6 أيام 7 أيام تنتهي. تنتهي؟ اي اوزعها. اه تمام. اي اوزعها. يعني بس مرات اكو يعني عوائل مثل الموظف يتاخر ما بيدو مجال يقدر يجي، احنا بنفتح من 9 الصبح لل 6. زين. لل 6 المغرب موجودين بالوكاله. بس يعني شيني مرات اكو الموظف بيدو يتاخر ما يجيك 10 أيام 12 يوم على ما يراجعك. زين. يجي يستلم مواد. ايش قد تقطع من المواطن؟ 500 دينار. يعني اذا عنده مثلا خمس نفرات. خمس نفرات؟ ايه 2000 و 2000 ونص. 2000 ونص. 2000 ما تتعدل ثلاثة. لا لا 2000 ونص. 2000 ونص. ما 2000 ونص. ايه زين، عندك موضوع اخر مثلا الوفيات، السفر، الكذا، يجون عوائل يبلغوك يقولوا لك ترى احنا عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا. من تصير هاي الحالات عندنا يعني مثل الجداول الكتاب نبلغ الدائره التموينيه، او هو برب الاسره من يصير عنده حاله وفاه يروح يراجع التموينيه مركز تموين نينوى، يراجعوا بانه عنده وفاه. واسعدنا صار عندنا الفتره الجرد المتوفي المسافر السجين، يعني نكتب اسمه ونبلغ بها الدائره. انت يجون عليك لو هم يراجعون دائره اكثر؟ المواطن لازم يراجع، يعني مش عنده حاله وفاه. ايه؟ لازم يراجع الدائره. ايه انا اشوف مرات بعض الوكلاء جايب لك مثلا طلبات كثيره او معاملات كثيره حول مواضيع مثلا السفر الوفاه او كذا، كل ده يودي هاي اكو شو يعني شلون نقول هو هسه طلب من عندنا، يعني هسه احنا نودي تعهدات على الدائره مال تومين نينوى على مود بانه المواطن يسوي تعهد بانه ما عنده مسافر ما عنده متوفي، يعني ما عنده من المتوفي ومن المسافر. انت تسوي تعهدات؟ ايه احنا عندنا تعهدات ونوقع المواطنين عليهم ونبصمهم. وبعدين وين تود المعامله بالاخير؟ نودي المعامله على الدائره مال التومين. الدائره؟ ايه كم من يبصم ويكملها نسلم من الدائره مال التومين. زين انت خليني اسالك سؤال هسه، انا بنفسي اسال السؤال هذا. اسال. يعني أسألني إذا أخذ الوكالة شنو اللي استفيده أني من الوكالة غير تعب القلب لو شنو؟ والله أسع الوكالة يعني إحنا نطالب يعني إيه؟ من سيد وزير التجارة إيه؟ للوكالة يعني كأني وكيل وعن الوكالة إيه؟ يعني نطالب بأنه يعنون الوكيل. شلون؟
يعني بال يعني اقل وكيل صار له يعني هسه بالنسبه لي ما صار لي كثره بالوكاله بس اكو شيء قبل يعني صار له 30 سنه 25 سنه يعني كوكيل ما عنده راتب يعني راتب يعني مجرد راتب ما عنده على مجرد على يعني كان كان مواد ماكو هسه شوي صارت السله ايش صار زين ايجارات عندنا يعني اقل محل 150 175 اكو شي محلات 250 ايجاره كهرب يعني مصاريف عده كثيره يعني نطالب من الوزاره يسوون راتب للوكيل طبعا جيد جدا احنا انا ما ضبط صوتي صوتك بانه ربما تحسين الوضع المعاشي للوكلاء سيخدمنا اريد اسالك سؤال حتى لا انسى اليوم مثلا انا مواطن انا اقول لك اخويا انا ما اريد المواد اشتريها انت تشتريها المواد إيه؟ ما انا جايبها من انا على وزعها للمواطن هو يبيعها بكيفه بس احنا ما نستلم من عنده لان انا جايبه مو جايبه اشتريها من عنده إيه؟ انا جايبها نطياها اعينه بيها يقول لك المواطن ما اخذها ما يقول لك ما اخذها من عنده ما اشتري من انا شغله وزع مو شغله بيع مو زين. عندي اسواق انا حتى يعني اشتريها زين اغلب المواطنين شو يبيعون من المواد وشي يستخدمون والله هو الاكثر شيء عندك التمن الشكر الزيت هذا يعني مهمات يعني عندك الشكر هسه قللوا على العالم كان كيلو وين هسه كيلو دوبوا يسدوا إيه؟ بس شيء هسه شويه مستمر السله يعني عايز استفاد من عنده الا عندك الحمص قل عالم يعني ترغبوا قل يعني ايش اقول لك 5% يرغبوا حمص المجروش إيه؟ الا العدس الفاصوليا مرات تعرف احنا شهر عندنا عدس مرات شهر فاصوليا الحمص فين طبخ هذا؟ هذا احنا بالموصل ما يعني ما يستخدموه الا عندك بالجنوب عندك مناطق الشمالية يستخدموه بس تعرف انت كل محافظه يعني كل محافظه ايش تعرف ايش تطبخ يعني بالجنوب يطبخوه يسوي الهريسه هاي احنا ما عندنا ايه تمام إذن أعزائي المشاهدين نحن مستمرين معكم ببرنامجكم صوت المواطن طبعا المواطنين موجودين هنا وإحنا دائما مع المواطنين أينما كانوا هذا تذكرة لكل من يشاهدني إحنا هذا البرنامج سيكون صوت المواطن حتى في أقصى المدينة راح نتابع المواطنين ومشاكلهم وأيضا إحنا أريد ننطي صورة للمعنيين وللمسؤولين ما موجود في الشارع الموصلي هسه راح نلتقي بحجي شو اسمك رمضان دحام عبد رمضان حجي رمضان شنو مشاكلكم انتم والله مشاكلنا الغاز انتم شنو انتم احنا ناقلين عندنا سيارات ننقل المواد الغذائيه مشكلتنا بالغاز الغاز ما قاعد يتحصل يعني مو تحمل وتطلع تلقى غاز ما تلقى لازم تقلب سياره اقل شيء يظلك نهارين او ثلاث ايام على البنزينخانه على ما تاخذ الحصه مالتك وباي الوضعيه تاخر هنا بالنقل المواد كيف تستمر عمليه وقوفك امام البنزينخانه المعنيه يعني وين نهارين من نهارين الى ثلاث ايام البنزينخانه وين هي البنزينخانه اي بنزينخانه الخارجيه ماكو البنزينخانه الخارجيه قاعد نقلب سياره عليها نظل ثلاث ايام اهليات هي كل اهليات ماكو حكومي ابد بنزينخانه ماكو حكومي اهليه كل زين تقدر تشرح لي قبل شلون كان عمليه استلامكم للغاز وايل قبل كان عندنا نطلع مينا على القوائم ونستلم قبل ما صارت التصوير مال السياره سابقا قديمة كان عندنا حصه ينطونا يوميه كميه يعني اي بنزينخانه لا كانت تتخصص بنزينخانه واحده وحده كانت تخصص بنزينخانه واحده من يبدا القطع الى من ما ينتهي القطع داخل المدينه اي على الاطراف يعني على اطراف الصين يعني مثلا وين يعني اقرب يعني مثلا بنزينخانه قريبه يعني على المخازن يعني مثلا خلينا نقول على سبيل المثال بنزينخانه البرج الذهبي المالت الاحمدي يعني بنزينخانه قريبه حتى تشمل المركز التحميل كله من هنا حتى ابو سياره اللي يحمل ويطلع يطلع بنزينخانه قريبه عليه يقدر ياخذ حصه ويطلع زين عمليه وضعكم خارج المدينه اثر عليكم من ناحيه شنو من استلام الغاز وايد طبعا هو الغاز كله تاخرنا بالغاز اذا ما تاخذ غاز شلون راح توصل المواد اذا بعيد هذا غريب نفس الشيء زين
وممكن الجهه المعنيه تقول لك انت ليش ما تروح فارغ، ليش تاخذ المواد تخليها هناك تتلف؟ انا هو فارغ قاعد فارغ يقدر 3 ايام، من يحمل يوقف سياره بالسنه 3 ايام؟ 3 ايام ما يصير. 3 ايام يعني ما تحمل انت. لا ما اروح نشتري التجاري ونطلع، يعني اذا ما عنده غاز مجبور يشتري التجاري تانك 200. خليني اوقف عند هاي النقطه، خليني اوقف عند هاي النقطه. زين انت من تحمل مجبور تشتري تجاري؟ اي مجبور، سياره ما اقدر اتخلى محملها السياره. اذا محمل لك زيت تقريبا حقها 60 70 مليون انت تقدر تخليها بالشارع توقفها؟ هاي السياره غازيه ضلك 3 ايام واقف. زين بعد ما معرضه للتلف ومعرضه بعد ما انت تستلم او تسلمها للوكلاء شو يسوي بعدين؟ تشتري الغازوايل او تستلم الغازوايل؟ لا من نجي قبل ما نحمل اذا ما عندنا غاز نروح نشتري من الشارع ونجي نشيل المواد ونطلع. يعني نشتري تجاري. يعني حصه ماكو، حصه مفقوده. زين اذا تظل الحصه تظلك 3 ايام ما تحصل الحصه مالتك. سيارتك ايش قد تاخذ؟ والله حسب بالنسبه للخارج اقل شيء الرد 150 لتر 200 لتر. 150 200 200 بالضبط. اذا على ربيع يروح يرجع 150 لل 100 لل 200 للميتين. اي سياره. ايش قد سعر الفلوس ايش قد؟ التانكي هسه تقريبا 180 190 تانكي الغاز. اي 190 الف. اي هذا 200 لتر تانكي. يعني انت اذا ما مستلم لازم تدفع لك 150 الف؟ والله 200 الف. 200 الف. اي والله على الغاز. زين خليني اسالك سؤال اخر. بالنسبه انت كتنقل ايش قد فلوسك مالت المواد اللي تنقلها؟ منين تاخذها؟ عند الشركه، الشركه هي تنطينا. ايش قد؟ الشركه تنطينا على النفر، اكو مناطق حسب المنطقه وحسب كيلومتر. ايه؟ اقصى شيء اعتقد 90 دينار. من ال 90 دينار ترجع الى ال 65 دينار حسب المناطق. كل منطقه يعني هالقد. يعني مثلا خلينا نقول على سبيل المثال مثلا انت محمل الى ربيعه. ايش قد تاخذ فلوس انت؟ تكفي للبنزين الغازوال تشتري؟ اذا نشتري تجاري ماكو بس التعب. ما تحصل أجرة سيارة ما تطلع. إذا تشتري غاز التجاري ماكو يعني كرتك السيارة ما تطلع نهائيا. هسا آخر سؤال أسألك إياه، بالنسبة أنت راح تطلع سد بسد؟ إيه إذا اشتري تجاري يلا السد، يعني تعبك ماكو، تعبان ومن الفجر تجي كرتك ما تطلع. سيارة تعطل؟ سيارة تعطل، هذه عطلت عاد هذه لها همك، عطل ياكل كل الكرة. إذن أعزائي المشاهدين راح ننتقل إلى سائق آخر أو ناقل آخر، طبعاً راح ننتقل للحجي. شلونك؟ يا مرحبا. شلون صحة زين إن شاء الله؟ حجي منين أنت؟ نعم من الموصل ناقل على ربيعة. تمام تنقل على ربيعة؟ زين ها خلينا أسألك سؤال، أنتم كل السواق مخصصين على مناطق لو بكيفكم تطلعون؟ لا لا عندنا كل واحد منطقة. يعني شلون؟ كل ناقل منطقة. أي نعم. أنت مثلا أنا عندي ربيعة آخذ ربيعة. تاخذ ربيعة؟ كل شهر أودي الشمال. يعني ما يصير تنقل الحمام علي؟ لا لا ما اذا يحتاجوني انقل. احنا طالعين المكتب الشركه. الشركه يعني قصدي الشركه خلت لك برنامج عمل؟ نعم. يعني انت الربيعه فلان فلان مكان دياره. نعم وهكذا. اي نعم. زين شنو المشاكل اللي تعانيها؟ والله المشاكل اول شيء الغاز. الغاز وايد يعني لو شركه المواد الغذائيه تشوف لنا تخصص لنا محطة للسيارات الغذائية نقل المفردات البطاقة التموينية تخصص لنا يعني مثلا هاي المحطة يوم نخصص لها 1000 لتر 2000 لتر 3000 لتر شوف عدد الناقلين موجود عنده شركة فأنت من تطلع من المخازن اكو محطات قريبة على المخازن قريبة يطلع السائق يروح يفول بدون سرب بدون هذا لأن وش قد سياراتنا يعني ما تطلع كلها باليوم ما تطلع 25 سيارة 25 سيارة ما تطلع يعني محطة واحدة يعني مثلا هسه عندك محطتين هنا قريبات يقدر يحولون كل شهر على واحدة فتجي انت تفول تحمل تطلع بنرجعك عندك قوايم وتروح تفول من مثل قبل. زين خليني اسألك حتى الشاشة قدامنا وحتى يسمع المسؤول، انت معدل شهريا ايش قد تشتري غازوايل؟ يعني انا هسه مثلا عندي سيارات عندي سيارتين واقفات بس على الغاز. الغاز؟ بس وقفن على السرعة ما تشتغل يعني لأن السيارات سيارتين اللي خلي يشتغلن أنا لازم يوميا أحمل أجهز فمن أجهز أنا ما أقدر أروح للمحطة وأروح أنتظر 3 أيام هذا الحمل لازم يصل من أجهز ممنوع بيته لازم نفس اليوم يصل السيارة تروح تقف على الغاز 3 أيام 3 أيام تقف على الغاز. زين شو توجه اذا تروح تشتري البرميل الغاز برميل غاز 180 190 يعني 180 190 طيب اذا انت اجرتك 180 190 ايش طلع لك؟
عندك سايق، عندك هذي، عندك مصرف، عندك بيت، عندك عطل، عندك تاير. زين خليني اسالك هسه الشاشه قدامنا، ايش قد تعطل السياره مالتك بالشهر؟ والله هذه مرات يعني هذه ما سوى. يعني اذا قام عندك معارك انت ايش قد تخلي؟ راح تخلي لك ملايين، 5-6 ملايين تخلي عليك. 6 ملايين زين. زين اذا عندك زوج تايرات، زوج التايرات يعني 7-8 وراف. زين شو توجه رساله للمعنيين؟ والله هي يعني حاليا البطاقه يعني زينه، مفرداتها زينه، وهذه ما عندنا مشكله غير الغاز فقط الغاز. وعندنا شغله السيطرات، مش السيطرات، السيطرات انه بالاربعه تدخل السياره. انت من يجي انا عندي قوائم يعني مال الغذائيه مال وزاره التجاره ومسجل عليه، يعني المفروض السيطره من اجي اشوف القوائم مالي يقول لي فوت. هو ايش يسوي؟ للاربعه العصر يلا طب اذا فارغ، اذا فارغ فارغ اي، وانا دا اطب دا اجي للمخازن. ايه دا اجي للمخزن بس انا فارغ. زين انتم ما عندكم هويات رسميه توثق بانه انت تابع للمخازن الغذائيه؟ لا هذه بيني وبين المكتب. بينك وبين المكتب؟ بيني وبين المكتب، والمكتب بيني وبين الدائره. تمام. يعني عندك معاناتين، معاناه الغاز وايل؟ نعم. ومعاناه ماذا؟ السيطرات. اي الطالب بتسهيل؟ تسهيلي تسهيل يعني سياره المواد الغذائيه، بعدين يمكن ما مخلي قطع، كلها بيها قطع. عندك انت شايل قوائم يعني وزاره التجاره ومخدومه و على هاي القوائم المفروض نعبر. اذا اعزائي المشاهدين نشكر الاخ المواطن الناقل، واحنا لدينا تعليق بسيط قبل أن ننتقل الى مكان اخر. طبعا مناشده الى الجهات المعنيه، طبعا تسهيل امور تنقل هذه السيارات التي تحمل المواد الغذائيه من والى الاماكن الاخرى، وايضا مناشده اخرى لاداره المنتجات النفطيه بتخصيص بنزينخانات او محطات للتزود بالغاز وايل من داخل المدينه. هذه المناشدتين ربما نريد ان تصل عن طريق برنامج صوت المواطن الى كل من يهمه الامر. اذا اعزائي المشاهدين راح ننتقل الى مكان اخر، تعالوا معنا. إذن أعزائي المشاهدين المستمرين معكم في برنامجكم صوت المواطن، حاليا انتقلنا إلى السيد مدير تجارة الحبوب فرع العينوى. طبعا هنالك الكثير من المشاكل بالنسبة للتخزين، أريد تتحدث لي عن التخزين وما هي السائلوات الجاهزة بالنسبة لتخزين الحبوب. بسم الله الرحمن الرحيم، بالبداية نرحب بكم بالكادر، أهلا وسهلا بكم. بالنسبة لفرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة نينوى، هو أحد فروع الشركة العامة لتجارة الحبوب المقر العام في بغداد، والأحد تشكيلات وزارة التجارة. فرع نينوى يتكون من 11 موقع بالإضافة إلى مقر الفرع 12 موقع. عندنا مواقع سايلوات وعندنا ساحات. المواقع اللي جاهزة وتعمل هي 8 مواقع، عندنا 3 مواقع سايلو سنجار أدخل للخدمة بالمخازن الكوركريتية، أما كسائله فهو متضرر من العمليات الإرهابية هو وسائله البعاج. أما ساحة تل عبطة في ناحية التل تقريبا وصلت اللمسات الأخيرة أنه راح تكون جاهزة وتدخل للخدمة ممكن إن شاء الله موسم التسويق القادم. انتشار السائلوات في حدود محافظتين مثلا في ربيعة وفي أماكن أخرى بعيدة، ما هي فائدتها؟ حسب المواقع الزراعية والمساحات الزراعية تم إنشاء السايلوات وفق خطة حسب الأراضي اللي صالحة للزراعة،
مساحات الواسعة تم إنشاء سايلوات وتوزيعها على الرقعة الجغرافية للمحافظة في الأقضية والنواحي. طيب حاليا هذه السايلوات يعني تم يعني رفدها من قبل المزارعين بالحنطة العراقية؟ نعم، بالنسبة للموسم التسويقي 2022 استلمنا 192 ألف طن من الأخوان الفلاحين. تمام، زين. ما هي السايلوات التي أو حجم السايلوات اللي نقدر نقول تتحمل تخزين كافي بالنسبة للمحافظة؟ المحافظة الكثافة السكانية في تزايد، ولكن ليست هناك سايلوات جديدة. لا، احنا الحمد لله عندنا طاقات خزنية تقدر مليون طن حاليا قبل ما يدخل سايلو سنجار وسايلو البعاج وساحة العبطة للخدمة. يعني عندنا طاقات خزنية إن شاء الله تكفي، يعني مستحدثة موجودة وتم إعمارها. تم إعمارها. نعم. طيب في هذه الأجواء يعني الصيفية التي مضت، يعني المحصول العراقي بالنسبة للحنطة كان قليل. نعم. وكان لا يمتلك الجودة العالية. نعم. يعني هل استوردتم يعني وعملتم في عملية خلط بالنسبة للعراقية والمستورد؟ نعم، بالنسبة لموضوع الحنطة المستوردة هذه خطة الوزارة والشركة. احنا بالنسبة لنا في المحافظات نستلم فقط الحنطة المحلية من المسوقين والفلاحين، اما بالنسبة للاستيراد هنا خطة مركزية من الوزارة والشركة، يتم استيراد كميات حسب العقود ويتم توزيعها على جميع الفروع في جميع المحافظات، وعند وصول هذه الكميات او كانت موجودة تأتينا خلطة من قسم السيطرة النوعية، تحدد خلطة علمية طبعا ومدروسة، تحدد نسبة الحنطة المستوردة مع نسب الحنطة المحلية الموجودة في كل موقع ويتم التجهيز حسب الخلطة. نعم، نجي على موضوع التجهيز. التجهيز نعم. من وإلى نعم. لدينا سايلوات في مخمور وأيضا في مواقعنا منتشرة تقريبا بجميع أقضية ونواحي المحافظة. عندنا سايلو مخمور في قضاء مخمور، سايلو بازواية في منطقة الجوجلي، عندنا ساحة مشيرفة في ناحية ربيعة، سايلو البعاج في قضاء البعاج، سايلو سنجار في قضاء سنجار، عندنا سايلو الوائلية في منطقة الكسك، وعندنا سايلو تلعفر في قضاء تلعفر، وعندنا ساحة الموصل في منطقة السحاجي وحي التنك، وعندنا ساحة العبطة في ناحية التل، وعندنا فقط سايلو الموصل داخل مركز مدينة الموصل. تمام. نعم. السؤال يأتي، يعني حاليا هذه السايلوات هل هي مليئة بالحنطة التي ربما يتسوقون، وكيفية عملية التزويد مثلا؟ نعم. يعني هناك ناقلين، الناقل هل هنالك صعوبات بنقل الحنطة مثلا من المخمور أماكن بعيدة إلى نعم. المطاحن؟ نعم، بالنسبة للكميات أنا ذكرت الكميات اللي استلمناها من التسويق، استلمت محافظة نينوى 192 ألف طن من المسوقين. أما بالنسبة للخطة مع التجهيز، يأتي إلينا قطع من الشركة العامة لتصنيع الحبوب فرع نينوى، هناك تنسيق عالي بيننا وبين تصنيع الحبوب بالنسبة للتجهيز، ونوجه إلى المواقع وتوجه السيارات مع المطاحن. طبعا محافظة نينوى بها 46 مطحنة، عدد لا يستهان به، لكن مع ذلك لا توجد أي معرقلات ومعوقات للتجهيز، مواقعنا عاملة ولا تبقى عندنا سيارة مطاحن إلى اليوم التالي، السيارة تصل نفس اليوم تجهز نفس اليوم. طيب جودة الحنطة الموجودة العراقية، يعني احنا قمنا بعملية خلط مع المستورد لو بس العراقية حاليا موجود عندنا؟ العفو، في حالة وجود حنطة مستوردة يتم خلط حسب النسب اللي تأتي من السيطرة النوعية، أما في حالة عدم وجود أيضا تأتينا خلطة من السيطرة النوعية، فأنا عندنا حنطة بخصم وحنطة بدون خصم، كأن تكون الخلطة حسب المواصفات القياسية 50/50 أو 60/40 وهكذا، قسم السيطرة النوعية هو الذي يحدد نسب الخلط. أما بالنسبة للتجهيز، احنا بعد انتهاء الموسم التسويقي الشركة العامة لتصنيع الحبوب فرع نينوى يعني أخذت حنطة لغرض الفحص والخبازة من كل موقع من مواقعنا، تقريبا كمية تقدر ب 25-30 طن، وتم إجراء عملية الخبازة عليها على 6 فحوصات على 15 دقيقة والثلاثين والخمسة واربعين والستين والتسعين والمئة وعشرين. نعم. ولدينا محاضر بنجاح الحبوب الموجودة لدينا في عملية الخبازة. طيب يعني لماذا لا يعلم المواطن بهذه الأوقات وبهذه المقاييس؟
المفروض تكون هناك توعية يعني عبر قنوات إعلامية، لكن هذا ليس عمل الشركة العامة لتجارة الحبوب. عمل من؟ عمل الشركة العامة لتصنيع الحبوب. يعني عملها؟ طبعا نحن واجبنا أنه فقط نجهز الحنطة، أما عملية الطحن وعمل الطحين وإيصاله للمواطن هذا عمل الشركة العامة لتصنيع الحبوب. طيب السيارات التي تنقل أو الشاحنات التي تنقل الحنطة، نعم، يعني كم من الوقت مسموح لها البقاء خارج المخازن؟ بالنسبة لمخازننا؟ إيه يعني سيارة مثلا جاية من مخمور إلى بازوايا، إيش قد لها يعني تبقى الحنطة بيها حتى ما تتضرر؟ ما تتضرر. سائق المطاحن بعد أن يجهز يحمل كمية الحنطة من الموقع تنفحص في المختبر ويكمل كافة إجراءات وزن وقائمة بيع ويغطي الكمية مالته بشادر قبل لا يغادر الموقع. فأثناء الطريق مسؤولية السائق أنه يصل يحافظ على سلامة الكمية إلى أن يصل المطعن وليس إلى موقع. نجي على مسؤولية السائق. نعم. يعني هل هنالك أحد المطاحن اشتكى من ردات المنتوج بسبب النقل؟ ما أعتقد أكو تضرر للكميات أثناء النقل، لا أعتقد ذلك. ما أعتقد ولا أكو صعوبات بالنقل؟ لا ما حد اشتكى. زين، السيارات أو الشاحنات التي تنقل هي تابعة للدولة أم؟ لا عفوا، المطاحن الموجودة في محافظة نينوى وجميعها مطاحن أهلية، بينما في بعض المحافظات هناك مطاحن حكومية ومطاحن أهلية. مطاحن الحكومية أكيد راح تنقل بسيارات حكومية، أما المطاحن الأهلية بسيارات أهلية، لكن وفق تخويل يأتي من المطحنة إلينا ونحوله إلى المواقع وفق التخويل وورقة عمل حتى يتم تجهيز السائق على أنه المطحنة هي تتحمل هذا. تتحمل مسؤولية النقل؟ طبعا، على ما أيها اللي يجي أجهزه لازم يجيب التخويل من المطحنة أنه هذا السائق هذا رقم سيارته هذا اسمه هو مخول مطحنتنا لاستلام الكمية. طيب صح. يعني قبل فترة، خلينا نتوسع بعض المواضيع شوي اللي تهم المواطن والشارع الموصلي. نعم. يعني قبل فترة مثلا اشتكى أهالي الموصل من بعض المطاحن أنه الطحين أو الدقيق اللي يخرج من هذه المطحنة غير جيد وسيان، ما هي الأسباب؟ أنا بالنسبة لي أضمن لك أنه الحنطة اللي تجهز من مواقع مع أنها هي ضمن المواصفات القياسية اللي محددة من قسم السيطرة النوعية، أما باقي الأمور ما تخص الشركة العامة لتجارة الحبوب. نحن نجهز حنطة ضمن المواصفات القياسية. نعم. طيب يعني من يتحمل رداءة الطحين؟ من؟ والله أستاذ أنا قلت لك أنا أجاوب قدر تعلق الأمر بينا. بيك. أي، لكن هناك يعني احتمال عدة أسباب، إنه العجين المفروض لا يترك مثلا أكثر 4-5 ساعات، يعني المفروض يكون تعاون بين المواطن وبين كل الجهات انه المواطن يعي الاوقات اللي يكون بها العجين في امثل حاله. يعني اقصى حد ايش قد يترك؟ حسب نوع الحنطه وحسب هاي التعليمات من تصنيع الحبوب هم يحددون، يعني المفروض العجين ينترك كان يكون ساعتين او 3 ساعات اقصى شيء. هاي بالمرحله الاخيره. نعم. طيب زين، نجي على السائل الحالي، السائل الموصل اللي موجودين حاليا، يعني هل هنالك يعني استيعاب للكميات اللي ربما تاتينا كميات كبيره بالنسبه لمحافظه نينوى؟ عندنا طاقات خزنيه ان شاء الله حتى اذا ما سهل السائل الموصل باقي المواقع، مجموع مواقعنا حاليا عندنا طاقه خزنيه تقدر بمليون طن. طيب. نعم. يعني طبعا تم اعمار هذا السايلو. نعم. من قبل من تم اعماره؟ صندوق اعمار المحافظات المتضرره من العمليات الارهابيه. طيب انت كونك مدير فرع، نعم، هل تحتاج الى اموال لاعاده اعمار بعض الاماكن التي ربما تساعدك في التخزين؟ طبعا، عندنا سايلو سنجار مدمر من العمليات الارهابيه، وسايلو بعاج مدمر ايضا من العمليات الارهابيه، سايلو الوائليه كذلك القبب مدمره من العمليات الارهابيه. عندنا 3 مواقع استراتيجية تحتاج إلى إعمار. طيب إذا مدمرة شلون تخزنون بها؟ ليس بالبنزات ولا بالقبب، بالمخازن الكونكريتية، كانت تعتبر ساحة وليس سايلو. نعم. طبعا إيش قد نحتاج إلى أموال حتى نعمر الوائلية؟ حسب المقدار الضرر. هناك جد هناك جد الضرر.
يعني هناك كشوفات ومخططات تعد من قبل الوحدة الهندسية ومن قسم الهندسي قبل أن ترسل إلى المحافظة أو إلى صندوق الأعمار، وخاضع للتدقيق ولكافة الأمور ومثبت بها الأموال اللي تحتاج يعني أعتقد سايلو سنجار يحتاج تقريبا 10 مليار لإعماره، سايلو البعاج أعتقد يحتاج 5 مليار و250 مليون لإعماره، تمام حسب نسبة الضخ. احنا لدينا اموال مجمدة اتت نعم. الينا الى الموصل نعم. عندك علم بها الاموال نعم. يعني مثلا على ما اعتقد 225 مليار تريليون او 225 مليار. نعم. لماذا لم تخصص الحكومة المحلية مثلا هاي بعض هاي الاموال على او اعمار هذه الاماكن؟ احنا بالنسبة لنا نقدم هذه الكشوفات والمخططات موجب كتب رسمية ونقدمها، كانت تكون محافظة نينوى أو صندوق الأعمار. قامت محافظة نينوى أو صندوق الأعمار مشكورين بإعمار قسم من المواقع، لكن إن شاء الله إحنا ننتظر المواقع الاستراتيجية واللي مضررة أكثر اللي هو سايلو سنجار وسايلو البعاج وسايلو الوائلية. تم سؤالك. ناشد محافظة نينوى أو صندوق الأعمار إنه يوافقونا على إعمار هذه الثلاث مواقع. نعم. سؤال أخير أستاذ. نعم. قبل أن ننهي اللقاء مع جنابك بدي أسألك سؤال. نعم. أنت لديك تحتاج إلى إعمار، ربما ما هو التعامل الذي سيكون من جنابك مع الحكومة الجديدة التي هي في بغداد؟ هل ستحمل حقائبك وتذهب إلى الوزارة وتطلب إعمار هذه الأماكن؟ احنا بالنسبة لنا علاقتنا مع الشركة العامة لتجارة الحبوب. ايه؟ الشركة تتعامل مع الوزارة والوزارة تتعامل مع الحكومة يعني حسب التسلسل الوظيفي. يعني عندك أمل إن شاء الله؟ إن شاء الله نتأمل، احنا دائما خلي الإنسان يكون إيجابي، نتأمل خيرا من هذه الحكومة وإن شاء الله القادم أفضل. نعم. عندك في كلمة أخيرة تحب توجهها للمواطنين أهل نينوى؟ والله أنا أوجه كلمة للمواطنين إنه احنا لازم نتعاون المواطن مع كافة الدوائر، وفي حالة وجود أي خلل ممكن المواطن يراجع رئيس الدائرة الحل قبل ما يقعد ينشر بالصفحات. احنا خلنا نكون إيجابيين ونعالج الأمور بموضوعية ده. في حالة وجود خلل في أي موقع من مواقعنا أبواب المواقع مفتوحة، أبواب مدير فرع مفتوحة، أي مواطن يجي الله محيي. شكرا استاذ، بارك الله فيك. عفوا استاذ. اذا اعزائي المشاهدين راح ننتقل الى مدراء احدى الساحات التي هي موجوده ضمن دائرة الشركة العامة لتجارة الحبوب، تعالوا معنا. إذن أعزائي المشاهدين، مستمر سالم الماسي معكم في برنامجكم صوت المواطن. طبعا هنالك يعني تعريف السايلوات تخزن، وهنالك أيضا ساحات. راح نلتقي بالسيد مدير إحدى الساحات أو مدير ساحة الموصل. طبعا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سالم جنابك مدير ساحة؟ إيه نعم، مدير ساحة الموصل الحبوب. ممكن تعرف لي شنو الفرق بين الساحة والسايلو؟ الساحة هي يعني أحد المواقع التابعة للشركة العامة لتجارة الحبوب فرع نينوى. الساحة عبارة عن مجمع مخزني لخزن الحبوب، يعني ساحة تعتبر عن مصاطب وبناكر وليست قبب، يعني هي اللي خزن الحبوب تعتبر مصاطب. شنو مصاطب يعني؟ يعني مصاطب يعني حفر لو شنو؟ يعني تحت الأرض لو؟ لا 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 لا، فوق الأرض مصاطب يعني مسطحة. ايه؟ بصورة مربعة أو مستطيلة
تخزن الحبوب، كل مصطبة يعني تخزن حول 3000 أو 4000 طن، بينما البنكر بالمضلع بالجدار يخزن حدود 5000 طن البنكر الواحد. البنكر. نعم. زين. غير هذا بالساحة شكو تخزين؟ هي الساحة عبارة عن مجمع مخزني لخزن الحبوب، تخزن الحبوب. العام أول العام استلمنا بها 85000 طن، هسه زادت الطاقة الخزنية للساحة، أصبحت الطاقة الخزنية لساحة الموصل للحبوب حالياً 150000 طن. ما شاء الله. أي نعم. من كان له الدور الرئيسي بزيادة هذا التخزين؟ الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع نينوى والوزارة والقسم الهندسي كان لهم الفضل في توسعة الطاقة الخزنية للحبوب لاستيعاب أكثر عدد من تسويق الحنطة من الفلاحين والمسوقين. طيب كيف أنت تكون تسوق المنتوج مثلا؟ تستلم وتسلم شلون؟ نعم، بعد الاستلام من الفلاحين نقوم بالتسويق للمطاحن، تجهيز المطاحن، تجهيز مطاحن نينوى بالحنطة حسب المواصفات المطلوبة. بعد الفحص؟ بعد الفحص، اعتياد بعد إجراء الفحص المختبري له. نعم، تجهز للمطاحن وحسب الخطة المرسومة لنا من الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع نينوى. زين، سؤال أخير، هذه الساحات أفضل صيفاً لو شتاءً؟ لا، هي ساحات تعتبر مكشوفة، يعني هي بحالة الصيف تكون أحسن لأن ماكو لا أمطار ولا رياح ولا عواصف ومكشوفة، تحافظ عليها أكثر من الشتاء. يعني الشتاء خوفاً عليها الخزين من التضرر من العواصف من الأمطار من الرياح من جميع الحوادث الطارئة. يعني في الشتاء لا يتم الخزن فيها؟ لا، يتم الخزن فيها وتغطيتها بشوادر بصورة محكمة، ولكن يعني كخزن يعني بصورة مستمرة الصيف أحسن. تمام. إذن أعزائي المشاهدين نشكر السيد الاسمك الصباح خليل حمد المتيوتي مدير ساحة الموصل للحبوب فرع نينوى. شكرا جزيلا. شكرا لك أعزائي المشاهدين. طبعا السيد المدير شرح لنا، وأنا ما كنت أعرف شنو معنات ساحة، ولكن بعد الشرح افتهمنا أنه هي مكشوفة وغير مسقفة، وربما بالصيف يكون التخزين أفضل من الشتاء. إذن أعزائي المشاهدين، طبعا اليوم يعني المواد الغذائية لابد أن يكون لها أماكن تحافظ عليها من قبل الجهات المعنية. يعني تمنياتنا أنه يسمعون الجهات المعنية بأنه السايلوات الموجودة المدمرة أن تعمر من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب. يعني لابد أن تخصص الأموال حتى نستطيع أن نحصل على منتوج ربما يقاوم أكثر وأكثر في التخزين. إذن أعزائي المشاهدين راح ننتقل إلى مكان آخر، رافقونا. إذن أعزائي المشاهدين، طبعا انتقلنا إلى أحد المواطنين حتى نسأله حول الوجبة التموينية. طبعا الوجبة التموينية شلون تشوفها؟ شنو الردي وشنو الجيد منها؟ والله المواد هسه حاليا يعني البطاقة التموينية عندك يعني نقول ثلاث أرباع تعبانة. يعني ثلاث أرباع تعبانة، يعني عندك مثل الحمص المجروش، حمص المجروش يعني هسه تقريبا كل أزيد شيء يعني ياخذوه هاي المناطق شلون نقول يعني مثل أهل الغنم، أهل الأعلاف ياخذوه يستخدموه أعلاف. يعني عندنا هنا الحمص المجروش، هذا الحمص الساعة ما حد يستخدمه يعني كوجبة طعام. يعني ما ينطبخ ما عندنا بالموصل هنا ما يطبخوا، يقولون ببغداد يطبخوه يعني يسووه مثل اكو مثل يقولون الحمص بطحينة التشريب ماله، بس هنا يعني بالموصل يعني كان منطقة الموصل ما يسوون يعني ما يستفادون منه شيء. فيقومون ممكن احنا ناخذ غير شيء مكانه؟ نعم نقدر ناخذ غير شيء مكانه، يعني قلنا نقدر ناخذ البرغل، إن أنا أريد مثل نقول تاي، أريد صابون، هاي المواد يستفاد منها المواطن. أما المواد الاستهلاكية، هاي المواد التعبانة اللي يوزعوها مثل عندك الطحين، الطحين كله أعلاف، يعني طحين الوجبة الساعة يجي كله سيال، يعني المواطن الساعة يبيع الطحين العلف ياخذ طحين الصفر. يا أبو ليش هذا الطحين الوجبة ما تستخدمه؟ يقول والله هذا طحين الوجبة ما يخبز عندي، يقوم نبيعه.
ناخذ طحين الصفر نكمل فوق طحين الوجبه ونشتري طحين الصفر. بس نعم. حاليا احنا من التقينا باحد المدراء قال بانه يعني ساعات العجن ترك العجينه يعني تفرق مرات تتركها 40 دقيقه او 50 دقيقه ممكن تتركها اكثر ممكن يعني تتلف. نعم والله قلت لك هو الطحين السعادة يعني نقول ما بيحل طحين الوجبة، طحين الوجبة تعبان حيل بشكل يعني الطحين الوجبة يعني هسه حاليا يجيبون الحنطة هاي اللي يطحنوها، الحنطة حيل تعبانة. يجي المواطن يشكي من طحين الوجبة، طحين الوجبة يقول ما يخبز عندنا، يعني عندك هسه هاي المناطق نقول الريفية، المناطق الريفية هاي هسه مثل عندك نقول بابة عرب يعني العرب أزيد شيء، هذول خبزهم يومي. يعني الخبز اليومي شو يسوي؟ يخليه من الليل لبيته لوجه الصبح يخبزه. تمام. شكرا جزيلا بارك الله فيك. على راسي استاذ سالم. راح ننتقل الى مواطن اخر ونسمع رايه بمفردات البطاقه التموينيه. طبعا اعزائي المشاهدين مستمر معكم سالم ماسي في برنامجكم صوت المواطن، طبعا المواطنين لهم اراء لكن احنا الحقيقه لازم نذكرها بأن الوجبة التموينية أفضل بكثير من السنوات المنصرمة الماضية. طبعاً هنالك توزيع أكثر للمواد ولكن في بعض المواد هنالك ملاحظات من قبل المواطنين على بعض المواد اللي يتم توزيعها بالنسبة للمواطنين. ننتقل لمواطن آخر. السلام عليكم. يعني الله يبارك فيك. أريد رأيك بالنسبة للوجبة التموينية، هل هي يعني جيدة أفضل من الحمام السابقة؟ هي فعلاً أفضل يعني من السابقة، يعني أنت لقيتنا أستاذ سالم قبل وسألتنا على الوجبة. يعني هسه أفضل من قبل. وشنو يعني أفضل من قبل؟ هتجي متكررة. يعني المواطن ما عشتني مثل قبل. يعني الزيت ذكر انت حتى لسه 70 وصل هسه الزيت جوه 50 نزل. طيب هسه احنا مرات يعني توقف ضخ او توزيع المواد الغذائيه بالنسبه للمواطن ربما يرفع الاسعار. ايه فعلا اذا توقفت البطاقه التموينيه ترفع الاسعار. ايه ترفع الاسعار. ايه عم شيء ينطلب الزيت ينطلب التمن ينطلب الشكر ينطلب تياج يصعد الاسعار. نحن نتمنى والله ظل هيك احسن. زين كل المواد اعتقد هي جيده ولكن احنا نطلب زياده خاصة الطبقه المنعدمه مثلا الفقيره. التمن يعني التمن تايلندي تعرف اكو ناس تبيعه تاخذ بسمتي يعني اكو ناس لا فقره تاكله والله اقول لك يعني احسن ما اروح اشتري. الزيت الحمص مش والله ما بدي حمص المجمس يعني لو يجيبون حمص من شوي الاخشم منه كامل حبايه كامله احسن ما يجيبوا هذا يعني يجيبوا المواطن يبيعوا هنا تفليسيات عين باع وبش قد وعد الدوله بش قد بيكلف اسعار باهره على الدوله. لا يجيب لي حمص زين وطير المواطن خليه ياكله احسن ما يبيعوا. تمام. زين بالنسبه للطحين كيف كان الطحين؟ الطحين زين الطحين يجي بعض الاحيان سيء بعض الاحيان بس يتعالج يعني ياخذ يجي المواطن ياخذ له قنيه صفر ماكو يتعالج ويا السيال يروح يعني ينخبز يمشي ما مثل باقي يعني المواد. إذن أعزائي المشاهدين طبعا وصلنا إلى ختام هذا البرنامج، طبعا هنالك مواضيع كثيرة تناولناها في هذا البرنامج، طبعا من بداية تخزين المواد الغذائية ونقل المواد الغذائية أيضا والسائلوات أيضا وآراء المواطنين حول البطاقة التموينية. تمنياتنا من كادر برنامج صوت المواطن بأن هناك أن يكون تحسين في البطاقة التموينية مثلا زيادة بعض المواد بالنسبة للمواطنين، أحدهم طالب بتوزيع التايت والصابون مثلا للناس وأيضا هناك تبديل مادة الحمص بمادة غذائية أخرى وهذه المطالب وأيضا هناك مطالب أخرى بإعمار السائلوات المدمرة بسبب العمليات العسكرية وحتى ملتقانا وياكم في حلقات قادمة نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.